يا مان، لا تفكر تعمل أي حركة غبية تندم عليها. خلي سلاحك هون. خليه، ما في مشكلة، بإيدي رح أخلق له الواطي ورح يدفع تمن اللي عمله معي. اليوم ما رح ينفد. فتشو، فتش. انت ويمان بتحكوا بس، انا رح اتدخل بس هالمرة لتحلوا خلافاتكم من دون مشاكل، وإلا صفوا حساباتكم بغير هالمكان. وين أسيل؟ شو دخلك؟ انت مين مفكر حالك لتجاوبني بهالطريقة ولا تافه؟ ولك هي مرتي. أسيل قالت إنه الولد ابني، ولبين ما يجي الولد أنا مضطر صدقها. وإذا طلع حكيها مزبوط، بدك تنساها لأسيل وتطلقها، لأنه رح تضل معي، لأني ماني قليل شرف مثل أبي لأترك ابني من دون أب. ولك شو عم تحكي؟ والله بخنقك، لا تكذب علي. اسمعني، ولك بقيت برميك بالشارع ولا أنا بفرجيك يا واطي. يكفي، لك اتركني لفرجي له الواطي. خلصنا. الموضوع طلع فيه ولد، وهلأ الولد ما لازم يربى من دون أبوه، وهذا الموضوع بينتهي نهائيا. مفهوم الحكي؟ يلا جاوبني. واصحك تحط راسك براسي، بتعرف انك اذا رح تواجهني رح تخسر روحك، مفهوم؟ جاوب لشوف. فهمت. وهذا الشخص بتنساه وما بتقرب عليه ابدا، واذا صار له شي رح اعتبرك انت المسؤول. جاوبني، فهمت كلامي؟ فهمت. هلا اتركوه. من اليوم ورايح يا ماما باقي يقرب عليك. انا مو بحاجة للمساعدة، بس شكراً. قول لفتون اني بسلم عليها. بتعرفوا بعض؟ قصة قديمة. بيوصل.